يسأل السائل أبو عبد الرحمن ويقول: ما حكم ضرب وشتم الزوجة، وهل تطلق الزوجة إذا قام الزوج بشتمها؟ الشتم لا يجوز، واللعن لا يجوز، لا للزوجة ولا لغيره. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش والبذيء. نزه لسانه عن اللعن، لا يلعن زوجته، لا يلعن ابنه، لا يلعن دابته، لا يلعن بيته، ولا يلعن شيئا من المخلوقات. قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن يعني في الإثم كقتله والعياذ بالله. لا يجوز أن يلعن الإنسان، لا سيما من يرتبط به كزوجته وأولاده، لا يجوز له أن يلعنه. ولا يربيهم على اللعن، ربيهم على الأخلاق الطيبة وعلى الكلام الطيب. أما الضرب فالضرب للناشز، الضرب إنما هو للناشز فقط. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. المرحلة الثالثة، إن أمكن أن تنتهي عن النشوز في الموعظة فإنه يكفي هذا. خافون نشوزهن فعظوهن، فإذا لم يكفي الوعظ يهجرها، يعني يتركها لا يكلمها أو لا ينام معها حتى ترتدع، هذا الهجر. فإذا لم يجدي الهجر يضربها ضربا غير مبرح. أما ضرب الزوجة في غير النشوز هذا لا يجوز.